انسان معاق، كنت خدام في واحد الشركه سدات، ما بقى عندي ما ندير، عندي كارب 30,000، ما عنديش كي ندير باش نعيش، عندي 3 البنيات كي غندير نعيشهم؟ هاكا نترزق الله تانا بحالي بحال الناس، كنتسطح، ما كاينش شي صالير اللي غنعيش به، ما كاينش، عندي واحد صالير كنت عايش به، سدات الشركة بقينا اون بان، دابا كنترزقوا الله على الله، علاه؟ هذوك الوليدات باش غيعيشوا؟ حبسونا من الخدمة دابا السوق هما مرة كيجرجروا عباد الله، وحنا كنتلاطخوا ونطيحوا كنبيع المدولة وشوية صبيبطة حوايج بالين، وكنتمنى أنا نعيش أنا سعيد بحالي بحال الناس، راه ما عندي صحة معاق. كي غندير نعيش انا في هاد الدنيا هادي كندير لازم ترزق انا عندي ولاد كيتسناوني خصهم باش يعيشوا خصهم باش ولا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل على الحبيب سيدنا محمد حنا عندنا تسويق هذا تنتسوقوا فيه واحد ما كايناش دابا الصاله تيقوموا الصاله مع الجوج قال القسمين الجوج تسالي الخدمه حنا عندنا الجوطيه هادي تنعمروا فيها تقيش راس كدا انا تندير هنا الباركين تنقادو الناس كاينين الناس هنا بزاف ارمالات تنبيعو نشريوها مع الدريات ديال الحي الصناعي وحنا هنايا انا عندي جوج الوليدات وانا هنا 11 عام وانا هنايا كلشي تيعرفني باترون بحال هاد السيد دابا هو جي بيع وشري هو مسكين شو الحاله كي دايره هو غادي يرجع بحالاتو ماشي تنديرو شي حاجه خايبه ولا تنسدو الطرقان ولا عندنا شي حاجه كبيره كاين السواك الكحل صنيدلات التمر هادشي اللي كاين تيقولوا لك لا حنا خصوصا دابا شهر محابسينا ولكن هاد المناسبه ديال العيد حتى حنا بغينا نكسي وليداتنا ما عندناش انا 11 عام وانا هنايا انا راه ما كاينش لا الى كلشي تيعرفني ودخلت سوق راسي وبغيت اليوم نعيش غير بالباركين نعيش بدرهم انا بغيت نعيش غير بدرهم وبربعين وحاليا على وليداتي عندي بنتي تقرا في سيزيام عندي ولدي دايره لي السونطر عندي امي معايا في الدار الجامعات نجيبو منها هادشي كامل وكذلك تشتي هاد البركه هادي تنخلصو منها سويع هازين منا والدينا هازين منا كلشي حنا دخلنا سوق راسنا انا 11 عام باش دخلت سوق راسي انا في اشنو دابا ملي حيدو ليا السوق انا تنخدم 3 شهور في العام مع الانعاش 3 شهور في العام 3 شهور في العام وما تيخلصوك على 3 شهور ودابا اشنو انا تنمشي الشركه ما تيدخلونيش نخدم تيقولوا لي انت ياك تيادي انت ياك تيادي انت قبيحه انت ضاربه يديك انت لا ما ندخلوكش خدمي تيحرشوا عليك تيقول لك لا راه غادي دير ضربت 6 شهور 2007 عفا الله حسن السيره نقيه كلشي نقي الحمد لله تنتمنى شي جمعيه ولا شي ناس ولا شي لعيبه اللي غيعاونوني اللي ما نبقاش ماطي انا على 2 دراهم ولا 3 دراهم ما عمرني ما بكيت انا اصلا بنتي تقرا في السيزيام اشنو هو غندير متى انا الامنيه ديالي باغا نقري باغا نوصل شي حاجه ما درتهاش انا في حياتي انا حياتي كلها دازت بطيئه كما تيقول ودابا انا مريضه اصلا تندق لانسولين الوالده في الدار الدراري خصنا باش ودابا التسويق هذا تنجمعوا فيه داكشي اللي قسم الله وكاينين الناس محسنين تيدوروا معايا فيه هادوك اللي تيصليو تيدوروا معايا فيه بزاف لما خدمتيش هاد الوقت ما مجبتيش بدراعك ما كاين والو تخدمي 3 شهور في العام شاديلك تنتمنى تحير جلالة الملك هو يشوف الام العازبات الله يجعل سيدي ربي يعطيه صحيح سوق 11 عام عفا عليا الله من 89 وانا مليه ولدت وليداتي دابا بنتي تقرا في سيزيام ولدي دايره لي سونطر عنده 18 عام ما لحناهم ما درنا لهم حتى شي حاجه ولكن حنا تنتمناو دابا غير شي خديمه ولا شي محسنين ولا شي حاجه يعاونونا هما عندهم شركات يديروا لنا شي حاجه ولا يدخلوني نخدم يدخلوني نخدم شي شركه انا تمنيت ندير لاكيس ندير انا وريقات وليداتي شحال قد كتبقاي بحال هكا باش تبقاي شاده الباركين حنا راه عندنا سياسين هنا ما عندناش شي 4 ايام ولا شهر عندنا سياسين حنا بائع متجول دابا هادشي ديال البيجاما هادشي ديال الملابس ديال الوليدات الصغار دابا حنا عندنا واحد سياسين تيحرمونا منا دابا شو شحال من طونوبيل مبلاصيه تخيلي دابا هاد الناس كاملين مخلص القوانين ديالهم عاد مخلص لاسورانس كوميرس علاش دابا يحرموا بنادم هادشي اللي بغيت نعرف دابا حنا عندنا واحد ساعتين هادي يصليو جماعه الصلاة على النبي شي شحال هادي ما كانش راه تقريبا واحد 14 عام وانا هنايا 14 عام وزياد وانا هنايا هادشي ما كانش قبل يلا ولا دابا
كاين بحال دابا السيد هو وقدا شوي في هذه الحاله كديره، علاش دابا ديال شنو نقولوا شي حاجه مراس سميرها ساعتين اللي كاينه، هاد السيده هي اللي ترزقت هي الله. انا كنبيع عشري، عندي مويطير تريبورتور وعندي راه قديم ديجا قديم كنبيع عشري، وما عطاونيش المحل انا في البرنوسي كاع عباد الله عطاهم وانا ما عطاونيش، منعونا هنايا قلت ما تحطوش. ايوا حنا ترزقوا على الله وصافي اش غنديروا، حنا ندوروا صافي كندور بالموتور صافي، وكنطالبوا يعطوا الناس فين يخلوا عباد الله يتفرج بعداك، عاد تحركوا عواشر هذه يخلوا عباد الله تبيع عشري. ولدي عنده السكر وخار اللي في الرجل ما خدام ما بنيتش، كنبيع حنينه وسويكه صافي هادشي كنبيع، كنجي شي معاك 11 ولا 12 ما يخلوناش نفرشوا نبقاو حتى لواحد الوقت، كنجيب سريف بنيشو ونبكي على مكتوب لي في كاع ما عنديش اللي خدام عليا. ولدي مريض كي جاب الله دار واحد الرجل 15 عام ما خدام. هو اللي عندي ما عندي لا بنات غير ولا ولاد، عندي اول عندي كنطلبوا يعاونونا هاد الناس، يعاونونا ويعطونا شي حاجه نتعاونوا بها، يعاونونا هاد المحسنين ولاد. كنجي نبيع حويجات ونمشي، سويعه عندي ونمشي اش كندير؟ سويعه عندي حويجات ما كاين حتى حاجه، عاف الفوق ما لاحقا الشانطي ما والو عاف الجن. دايرين بحال ما هكا وصافي، ملي كيجي شي عواشر بحال ما هكا تقعد في حويجات. ما كيقول حنا الجوطيه حنا الجامع. الناس كيخرجوا من الخدمة صافي ونمشيو، يخرجوا هما يدخلوا هما ونمشيو حنا، فاش يخرجوا يتغداو. المرأة تشوف محبسين ما نعرف علاش حابسين، قالك ما تحطوش، لا حطيتو نزلك من السليعة نديروه في كاميو. عندي ستة خدام في بدا واحد، الحمد لله كنطلب والله من عدو. بنادم راه كيشوفك بحال هكا كيحكرك، فالعال بين الله ونطلب عا نحطو نمشي في حالتي. اش غندير؟ 17 كنحطو فيها جراو علينا، هنا جراو علينا، واش غنمشيو نديرو شي حاجه اللي ما دايزاش؟ عينا حق الله العظيم العينا، شنو ما غنديرو؟ واش نمشيو نديرو شي حاجه خايبه؟ حنا بغينا نصلي ونشوفو نحطو حويجاتنا ونشوف حالاتنا، ما جابش الله، نمشيو نجمعو ونمشيو.